وصلنا لمساحة جديدة من مساحاتنا رح نكون فيها ضمن عالم التطوع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية. أكيد نيرمين، وشفنا بنهاية 2022 كتير من الأنشطة التطوعية الخيرية لكتير من الفرق والمؤسسات، وسوريا بتجمعنا دائما، بتعودنا على تواجدها على الأرض إن كان بالأنشطة والمبادرات والدعتية. سوريا بتجمعنا 2022 على طريقتها الخاصة بمجموعة من الأنشطة على امتداد المحافظات السورية. رح نحكي أكثر عن هي المبادرة والمؤسسة، شو كيف كان 2022 عليها وكيف حيكون 2023، شو هو جدول الأعمال يلي نظمته. ضيفتنا لليوم هي السيدة سيرين الفرع، عضو مجلس أمناء مؤسسة سوريا بتجمعنا. يسعد صباحك. صباح الخير يا رب، وكل عام وانتم بالخير. ميلاد مجيد ان شاء الله. ميلاد مجيد مبارك ينعاد على الجميع يا رب، وعلى سوريا وأهلها يا رب. أهلا وسهلا فيكي. خلينا هيك نرجع اليوم نحن على مشارف ال 2023، خلينا نرجع شوي بالزمن لورا ونشوف ونستذكر أهم النشاطات يلي كانت خلال العام. هلا طبعا نحن النشاطات بسنة 2022 الحمد لله يعني كانت حملاتنا وفعالياتنا بإضافة لمشاريعنا المستدامة اللي هي المتواجدة دوما عبر السنين، فكان نحن عندنا آخر نشاط بمناسبة الأعياد. كل عام وأنتم بخير مرة ثانية، وبمناسبة نهاية السنة وأنتم بخير وعيد الميلاد المجيد، فكانت التحضيرات بشهر 11 بحملة اللي هي من ضمن حملة اسمها حملة على امتداد الوطن، وكانت هي الحملة على امتداد الوطن هي الخاصة بتوزيع الجواكيت الشتوية والمستلزمات الشتوية. فبلشنا فيها تقريبا بشهر 11 بكل المحافظات السورية. كنا طبعا المستهدفة كانت لأبناء جرحى أبطال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة، اللي هو اللي من ضمن طبعا هون نحن كان في مذكرة تفاهم واللي بيشرفنا مع مشروع جريح وطن. فكانت هي الفئة المستهدفة حبيباتي من أطفال لهالجرحى اللي هن عندهم العجز الكلي وتحت الكلي. طبعا هون استمرت طبعا هي الحملة بعد طبعا جولتنا الكبيرة بكل المحافظات السورية، فكان عنا هون عدة جهات أو جمعيات أو مؤسسات أو كانت مستهدفة من ضمن هاي الحملة. من ضمنها كان في عنا جمعية الوئام للكفيفات، فهون نحن دوما في تعاون وتشبيك نحن وياهم. فكانت بمناسبة الأعياد كان عندهم فعالية، هي فعالية لتكريم الطالبات والصبايا والسيدات الكفيفات المتميزات والمتفوقات. فكنا هون نحن معهم بهي الفعالية وقدمنا الهدايا البسيطة اللي بنعتبرها. هون طبعا أنا حابة كتير أذكر هدوم السيدات اللي هن كانوا متفوقات بالبكالوريا، المتفوقات بالجامعات والمميزات بالأعمال اليدوية. بالرغم من الظروف اللي هن فيها للأسف وكونهم كفيفات، بس أنا أكيد أصحاب قلوب دايرة وقوة الإرادة عندهم كانت كتير كبيرة لحتى يكونوا من الأوائل. بعدين كان من ضمن هذا الشهر طبعا المبارك كان عندنا جمعية للرعاية للأطفال المصابين بالشلل الدماغي. قضينا يوم كامل نحن وياهم. هدوم الأطفال طبعا فيهم شلل دماغي الله يعافيهم للأسف، وفي عندهم التوحد ومتلازمة داون. هلأ الفعالية كانت كتير حلوة بتفاصيلها، مع أنهم هن حبيباته في منهم لظروفهم الصحي يمكن مو فهمانين شو عم يصير، بس حاولنا ندخل شوية فرحة بقلوب هالأطفال اللي بيوجعوا القلب. قد ايه اليوم وجودكم مهم بين إن كان الأطفال وإن كان بين النساء اللي ذكرتيهم، قديه مهم اليوم التضوية إعلاميا عليهم، أنه نحن عندنا بمجتمعنا فئة رغم كل الظروف ولكن هي بتمتلك من القدرات ما يعني ما بتقل عن أي شخص ثاني. خلينا نحكي اليوم سيرين عن الدور الإعلامي، قديش مهم ضمن مؤسستكم للضوء على هدول الفئات وأيضا للضوء على أنشطتكم؟ هلا كتير ضروري. هلا نحن بما أنه التشبيك بيكون كبير مع عدة مؤسسات وجمعيات اللي هي بكل اتجاهاتها، فدور الإعلام كتير ضروري لحتى الشيء اللي مثلا اللي أي مؤسسة أو جهة أو حتى جهة حكومية مثلا ما بتعرف المتسلزماتها، ما بتعرف إنه شو بحاجة. فنحن هون الإعلام بوجوده بهالفعاليات والحملات طبعا هون حيكون يعطي دعم وسند لهي الجمعيات والمؤسسات اللي بحاجة. هلا لما بنحكي على الطفولة فهون احنا عم نحكي لحالة خاصة جدا، وخاصة لما عم تحكي هون على أطفال بدك تدخلي لهم فرح بس هن موجوعين، سواء كانوا من ضمنهم كيف بدي اذكر حضرتكم أطفال بسمة
للسرطان كمان كان عندنا بالمشفى البيروني، وكان عندنا كمان ضروري كان في بنهاية السنة ختمناها بمذكرة تفاهم مع الاس او اس مع كرة الأطفال. كمان هون تواجدنا وتشبيك مع كهالجمعية اللي هي تعتبر من الجمعيات الرائدة بهذا المجال، وخاصة مو بس الأطفال، الأطفال وتمكين الأسرة. فهون احنا عم نحكي تحت إطار تمكين الأسرة المستهدفة اللي هي بحاجة لحتى نكون سند لها. فهالتواجد كله فالإعلام ضروري يكون متواجد لحتى يعرف. أيضا من ضمن نشاطاتكم كانت هو برنامج بداية، خلينا نضوي عليه أكثر من المستفيدين وشو بيهدف؟ هلأ برنامج بداية طبعا هو برنامجنا مستدام ومستمر، هو بإقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لجرحى أبطال الجيش العربي السوري اللي عندهم هن معجز تقريبا 70% للأسف فما فوق. نحن كمان ختمنا سنة 2022 بعدة مشاريع الحمد لله ضمن دمشق وريفا، وكانت هاي المشاريع متنوعة من بقالية أقمنا، من تصليح موبايلات، طبعا هون عنا بعض المستلزمات اللي هو بحاجة إلى مثلا محل صغير. طبعا هاي عدة المشاريع اللي أقمناها كانت كتير مهمة لجرحانا، ونفس الوقت بتعطي دعم وسند له خاصة بهالظروف الصعبة وخاصة بوضعهم الصحي اللي هو الخاص فيهم. هلأ ممكن طبعا نحن هون إذا بنحكي على الوضع الصحي للجريح فممكن يكون هذا المشروع هو مو بس له حسب وضعه، طبعا هو ممكن هو المشروع لعائلته لزوجته لأهله إذا كان مع والدته ووالده. فهذا المشروع طبعا هون يعني هذا من ضمن برامجنا اللي هي المستدامة والمستمرة. يمكن كتير مهم هذا المشروع، من أهم المشاريع اليوم رد الوفاء بالوفاء أقل شيء يعني. أكيد أكيد. وبتمنى من عن طريق مؤسستكم والمؤسسات الثانية دائما يكون في لجريح الوطن المساحة الأكبر يعني بهدول المشاريع. وشفنا اليوم جرحى عملوا مشاريعهم وقدروا يتطوروا ويكبروا هذا المشروع، ولكن يمكن كانت نقطة البداية من المؤسسات التطوعية. خلينا اليوم سيرين نحكي عن مشروع دوائي كمان. اليوم شو التغييرات اللي صارت فيه؟ شهدنا ارتفاع لأسعار الدواء، بعدكم مكملين بالقصة أو خفضتوا؟ شو ساويتوا؟ لا الحمد لله إن شاء الله ما بنوصل للتخفيض. نحن هون نحن هلأ صرنا بالسنة الثانية لتجديد كل مرضى من أهلنا وأخوتنا المستفيدين ضمن مشروع دوائي، فصرنا هاي السنة الثانية. طبعا نحن هون كان أملنا ب 2022 نغطي محافظة ثانية، بس مثل ما ذكرتي وتفضلتي انه الارتفاع الاسعار الادويه شوي هيك حاولنا انه نغطي ضمن دمشق وريفا لقدام، بركي ان شاء الله ب 2023 تكون ظروفنا احسن، تكون ظروف الماديه وحتى الدوائيه تكون احسن. بس اكيد اكيد نحن مستمرين باذن الله، لانه انت هون عم تحكي على دواء، انت عم تحكي على مرض، هون عم تحكي على مسؤوليه كبيره. مثل ما بنقول دوما ممكن ندبر حالنا باي شيء ممكن غذائي مأوى او شيء، بس الدواء والمرض هون للاسف يعني ما بيوقف، يعني بدنا نكون داعمين وساندين لهم ان شاء الله. صحيح. خلينا نضل ضمن مشروع دوائي ونعرف اكثر مين يعني شو الامراض اللي كانت عم بتغطيها هي الحمله، المستفيدين اليوم كيف كونه بعدها مستمره، كيف بيقدروا مثلا بيتواصلوا معكم اذا بحاجه تامين ادويه، كيف ممكن يعني تساعدهم بهذا الموضوع؟ هلا مشروع دوائي هو له آلية ومعايير معينه. هي اول شيء بالنسبه للامراض اللي بتغطيها هي الامراض المزمنه، الضغط، السكري، كل شيء له علاقه بالامراض القلبيه، وبالاضافه للتحسس والربو عند الاطفال. هلا نحن هون آليه العمل تبعنا انه نحن بتغطى طبعا بشكل مجاني كامل. المريض او المستفيد من اهلنا واخوتنا هو له بطاقه، هي بطاقه اسمها طبيه، هي بطاقه محبه بنسميها دوما. فهي البطاقه طبعا هي بتبقى كل شهر بيروح بياخذ ادويته من الصيدليات المعتمده ضمن دمشق وريفا، ونفس الوقت بتكون جاهزه هي طبعا الادويه تبعه. طبعا احنا هون في عنا تغيرات دوما بضمن المريض، يعني ممكن هي الوصفه الطبيه ما تكون دائمه، في تغيرات عليها، ممكن اضافه بعض الادويه للاسف او تخفيضها للاسف او للاسف للاسف طبعا هي تعرضنا لحالات الوفاه. طبعا نحن هون يعني موجود حتى حالات الوفاه بالعيله نفسها اذا تم، فممكن ينتقل هالمستفيد لحتى من عيلته بيقدر يستفيد من هالبطاقه الطبيه ضمن مشروع دوائي.
طيب هدول الاشخاص اليوم كيف قادرين انهم يحصلوا على هاي البطاقه؟ وشوفي شو اسمها حلو، محبه يعني. دائما متعودين على فرق التطوع والمؤسسات، يعني الرابط المشترك بينهم وبين الفريق بشكل كامل هو نعم. المحبه كرمال يقدروا ينجحوا. حابين هيك نتوسع اكثر بدوائي كرمال اي حدا عم يشوفنا اليوم، في ناس كثير بحاجه يعني، فمشان يستفيدوا اكثر اليوم شو المطلوب لكم يعني كرمال يحصل على هاي البطاقه؟ هلا تحرير طبي؟ نعم. هلا نحن طبعا هلا بنهايه تسكير 2022 مثل ما ذكرت لحضرتكم، نحن ان شاء الله بسنه 2023 متامنين باذن الله نفتح مرحله جديده اذا الله اراد، هي الخطه لقدام باذن الله. طبعا هي في عنا نحن رقم خاص لمشروع دوائي اللي هو معروف 099-350-456. هلا بيتم التواصل وبعدها بيكون في مثل مقابله، نرجع نقول مقابله محبه، مقابله مع اهلنا، بيجوا على بيتهم اللي هي مؤسسه سوريا بتجمعنا. بيكون في تقرير طبي، بتكون في وصفه طبيه، وبتدرس كل حاله بحالتها، لانه عندنا فريق طبي وصيدلاني بدرسوا الحاله الطبيه وحتى الحاله الاجتماعيه. لا اليوم حقكم كمان اليوم واحد يوصل هذا المشروع للناس اللي بحاجه والاكثر حاجه. تمام، هو في معايير، نحن عندنا معايير بالنسبه للاسر اللي تنقل هي اكثر حاجه، او المرضى اللي هن عندهم، اذا حكينا كبار السن، اذا حكينا باللا معيل لهم، السيدات او عفوا المطلقات. فهون الأسر اللي فيه عدد كبير من الأطفال، فهون طبعا بحاجة إذا كان المريض أو معيل هاي الأسرة أنه ندعمه ونسنده. لما عم نحكي عن نشاطات مؤسسة سوريا بتجمعنا، هي على مثل ما ذكرتي على امتداد مساحة سوريا، معناته هذا الحكي بحاجة لمتطوعين بكل المحافظات. خلينا نحكي كيف عم تستقطبوا المتطوعين، عن أعداد المتطوعين وعن الروح يمكن اللي عم تجمع هالمتطوعين كلياتهم بكل المحافظات السورية. أكيد. هلأ نحن طبعا كمؤسسة سورية بتجمعنا العدد المتطوعين هو عدد مفتوح، ونحن في عنا قسم اللي هو قسم الموارد البشرية المسؤول عن هذا الشيء. طبعا أي شخص بيحب ومآمن بأهداف مؤسسة سورية بتجمعنا في يقدم طلب للتطوع أكيد، وأهم شيء أنه يكون التطوع اللي ما عنده من قلبه، يعني بتعرفي العمل الخير إذا ما كان نامع من قلب ما بيوصل للقلب. بالإضافة أنه نحن عنا منسقين بالمحافظات السورية، فكمان هذا بيتم بكل إدارة أو كل منسق الترتيبات لحتى اللي حابب أي تطوع بأي محافظة المحافظات السورية. اكيد اليوم الحمل عليكم اكيد ثقيل، بس انتم قد يعني بنتمنى لكم كل التوفيق. وطالما ذكرتي الفريق اكيد نصبح على الفريق بشكل عام، واكيد رامي سعيد صباحك بنتمنى لكم كل التوفيق ونشوفكم هيك بخطوات حلوه بال2023 وعم تاخذوا الدعم اللي انتم بحاجته. دائما نقول نحن بحاجه لهذا الدعم كرمال نقدر نوصل رسالتنا بشكل صح. شكرا كثير لتواجدكم. شكرا لكم وشكرا للاخباريه ويلا ان شاء الله 2023 نكون سوا باذن الله بالخطه ان شاء الله السنه أكيد. ان شاء الله شكرا لكم. كل التوفيق لكم، اكيد نتمنى لكم كل النجاح والتميز مع بدايه هالعام الجديد وتحققوا كل الاهداف اللي ما قدرتوا تحققوها خلال السنه ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله شكرا لكم على استضافتكم، كل عام وانتم بخير وانت بالف خير.